صباح النور بشرى، صباح النور. في البداية اسمحي لي أن أهنئكم طبعا على الانطلاق المحكم والذي يسري ويجري في ظروف عادية، امتحان شهادة البكالوريا، أعتقد هو نفس الوصف حتى بمركز أحمد بوسليماني بالبوليدة. نعم وهو كذلك، بفضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله، المجهودات الجبارة اللي بذلناها مع السيدة مديرة التربية وجميع المؤطرين في المركز. على ماذا ستقفون كرئيسة مركز ضمن هذه الضوابط وضمن هذا البروتوكول الصحي الوقائي من كوفيد-19؟ أهم نقطة هي تطبيق المحكم للبروتوكول وتجنب أي تهاون فيه لضمان صحة التلاميذ والسيرورة الحسنة لجميع الامتحانات، وذلك بمجهودات الجميع من تجهيزات، من وقاية التلاميذ، كل شيء، الماديات الموجودة على مستوى المركز. شحال هما عدد المترشحين على مستوى مركز أحمد بوسليماني سيد أشطر؟ أحمد زبنا مركز يحتوي على 452 مترشح لشعبتين، شعبة العلوم التجريبية اللي تحتوي اللي تتكون من 401 مترشح، وشعبة الرياضيات 51 مترشح موزعين على 24 قاعة مع احترام التباعد واحترام الوقاية داخل القاعات، ومؤطرين من طرف 83 أستاذ نفس الشيء، الوقاية موجودة داخل القسم داخل القاعات. نعم سيدة شطال، أسألك عن ميزة هذه السنة ربما بالمقارنة مع السنوات الماضية، هو هذا البروتوكول الصحي، حتى في مسألة أن هناك من يعين مدير المركز في المسألة الصحية وفي المسألة الوقائية. لحد الساعة المؤطرين هنايا والتلاميذ عندهم روح مسؤولية كبيرة وتجاوب كبير، ما كاش شكايات من طرف التلاميذ، وما مع أن مديرية التربية عندنا هنا والسيدة مديرية التربية هيئة لنا كل الظروف وكل الموارد البشرية والمادية، والتلاميذ راهم في حالة مع تأطير الطبيب والأخصائي النفسي، راهم في ارتياحية كاملة، كاين شوية ارتباك في الأول ما قدرنا نسيطروا عليه بالتحكم فيه مع المستشارين كل المجموعة. ماذا عن توفر المستلزمات الطبية؟ أقصد يعني الأقنعة الواقية، الجل المعقم، يعني السائل الكحولي. الحمد لله كل تلميذ عنده القناعة تاعه، عنده المعقم تاعه في القاعة، للمؤطرين للأمانة، عند الباب اللوجازيل تعقيم على ما يرام. تجاوب كبير من طرف الكل، هذا الشيء اللي يعجب، يوري باللي التلاميذ تاعنا والمؤطرين تاعنا والمترشحين تاعنا عندهم روح مسؤوليه كبيره جدا. كيف هو الانطباع على الامتحان الاول ماده اللغه العربيه؟ الحمد لله مع الدوره اللي درناها وانطباعات التلاميذ خرجوا فرحانين، خرجوا ملاح، خرجوا مستوى المعنويات تاعهم الحمد لله، ما شفناش حالات اكتئاب ولا حياه ارتباك ولا الحمد لله. يعني الامر متحكم فيه لابعد يعني الحمد لله على مستوى، نقول على مستوى مديريه البليده وعلى مستوى كل المراكز المتحكمين في الحاله الحمد لله. سيدة كلثوم، تودين ان توجهي رساله، نصيحه، توجيه من خلال هذه المداخله في برنامج هذا الصباح وعلى المباشر؟ نعم هو احترام الحاجة الصحية، تسهيل الأمور للكل، بعضنا بعض، للتلاميذ، المترشحين، المؤطرين، لحماية أنفسنا وللنجاح في نهاية المطاف، باش يكون النجاح للجميع وعدم الارتباك وعدم الخوف إن شاء الله أن يكون للجميع. شكرا جزيلا لك وبالتوفيق سيدة شطال كلثوم، أنت رئيسة مركز أحمد بوسليماني البوليدة، كنت معنا عبر الهاتف، وضعتينا
في أجواء انطلاق الامتحان بمدينة البوليدة. ونذكر سيداتي سادتي بأن أزيد من 637 ألف مترشح يجتازون امتحان شهادة البكالوريا في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، وسخرت فيه كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه الدورة بما فيها إجراءات الوقاية والسلامة لضمان سلامة المترشحين والمؤثرين في نفس الوقت.